السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شباب استخباركم وياكم باقر القناة. باقر باقر رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم مهمة انقاذ الجيمي او من انسلاخ القارب، فراح نروح للمهمة. المهمة صارت باسم مايكل بارتن، فنروح ونرجع لكم شباب. رجعنا لكم شباب طبعا لان صرنا قريبين على بيت مايكل والسيارة مكسرة. طبعا مو انا دا اسوق، ابن عمي بس هسه طلع هو ما موجود، فقلت له يسوق شوية وكسر سيارة، فراح ندخل البيت ونشوف شو راح يصير بالمهم. فطبعا شباب احنا فوق ما نكسر السيارة، احنا كسر. طبعا دخلنا المهمة. هنا كانت صار عركة يعني بين الأم وبنتها، فما أعرف أنا السالفة كلها، بس أعرف أنه القارب مسروق أو هالشي يعني من المهمة. هنا جاي يقول له انسرق القارب. السيارة انكسرت، كان بقالي شوية. أقول له راح أجي لك حسين، بس هو جاي ترى يعني ما مخطوف أو موشي، بس هو هسه قاعد بالقارب يعني مو مسرق، هو قاعد بيه، ما حد يدري بأنه بالقارب. راح أسوق قدامكم. طبعا راح انشر هواي مقاطع، بس حطوا لي لايكات. بس مشاهداتي هواي، بس اللايكات لا ماكو، ليش ما ادري. فان شاء الله انتم ما راح تخسرون باللايكات، انا ادري بيكم خوش مشتركين. هسه عرضكم بس تطبون مو تشاهدون وحلو الفيديو وبعدين ما تحطون لايك، حطوا لايك للفيديو. فطبعا شفتوا بس هو مايكل دا يحكي ويا فرانكلين، يقول له على السالفة، يقول له هيك هيك صار وهيك هيك. فهسه راح نروح ونشوف ايش راح يصير بالمقطع. وطبعا اكثر شيء احنا نشكر بهالقناة اخوي صادق اللي دا صورنا. هلا شباب، شلونكم؟ نضيع السيارة من عندنا بسرعة. ضاعت تقريبا هي يعني. انا شو حاطت لو سويت شي. يلا 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 يلا. ماكو. طبعا شوفوني دا ادعم شباب لان مهمة يعني، والاستعجال بيها مهم لازم همية. كل مهمة سريعة. انا طبعا خلاص شحن التليفون اللي اصور بيه. بسرعة لازم نفوز من أول مرة. يلا فرانكلين راح يطفر على القارب، على مود يقتل الناس اللي بالقارب، السرقة والقارب. ها نزلت على السيارة، قفز وصل. طبعا طبوا من عبد عباس وقام يقول صديق كذا خسرنا. هسه ابن عمتي ابن عمي قصدي عباس راح يسوق. احكي ما تريد تحكي. اكست علينا ماشيين السيارة طلعت طايرة. طبعا هالمقطع حبيت انه اذكر اسم اخوي صادق وابن عمي عباس. هو سريع وحلوة سياقته بالسيارة، أحسن مني، بس استوى لأن السائق مستعجل. قومي شوفوا
شلون السيارة؟ شلون بيهم هذول والله طايرة والسيارات طايرة؟ صحيح طبعا يطيرون. طبعا صادق قناة جديدة اشتركوا بها، اتمنى تشتركون بها. بعدني ما سويت اليوم اسويها ان شاء الله. ان شاء الله. ومن يسويها لازم تشتركون. هل لازم توقع هالسيارة يعني لو لا؟ طبعا انا كان عندي قناة قديمة بس حسابي راح وراحت القناة. راح اسوي قناة جديدة راح اسميها صادق البصري، فاشتركوا بها لما اسويها. هسه راح يذبون هالرجال خطيئ. انا تعرفون يسرقون قارب مال مايكل. طبعا هو القارب هذا مال مايكل بس هو اختفى ورا المهمة، هذا الشيء الغريب بي. طبعا اللي باوع ياس بليس رجعالي القارب. طبعا كاتب لازم هسه يرمون على هذا الولد. نرمي احنا ارمي يا شيخ. لا عباس عبالك اختلت فرانك على هالتاني. ولك يلا يلا ابقى، لا لا ابقى وراها على مود يطفر عليك هسه جيمي. هسه هذا جيمي هسه جيمي يطير بهاي العمود بسرعة بس تدخلي يوقع. لا تخلي لا 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 جيمي الصادق جيمي ابقى جوا ابقى جوا. هاي السيارة دائما تطلع الرصاصية. جيمي الصادق ولو في مالكي سرعة مدري في القرية هذا اللي هالشني في مراوعة لاي صندوق ولك روح. طبعاً المقطع أتمنى يكون فكاهي أكثر من باقي المقاطع الأربعة صورناها، فحبيت يكون لك ضحك. أتمنى أقدر كل مقطع يكون هيك. عباس روح لفرانكلين عمود يطفر. يلا قوه فرانكلين روح لفرانكلين. لا يطفر من لا يطفر من ورا. ألو راح يطفر لك يقول لك كمان هومي ولك رجعها دز دايرة اكس اكس هاي قومي لتدوس دائرة تبطع السيارة. طبعا مو صار فرانكلين مع السلامة تقريبا. طبعا هسه يحاولون يلحقون بس المحرك يعطل مال السيارة مالتنا او يخلص البنزين او هيك شيء. فطبعا لاحظتوا شي استونا كنا نسوق بالسيارة مال مهمة نفسها اللي صورت المقطع والمقطع خراب. فهسه خربت السيارة هسه احنا سوف نروح إلى مصلح السيارات. راح نذهب إلى لوس سانتوس كوي. ما راح تقراها. جو جو هومي. شباب أنا نسيت تكتبوا لي بالتعليقات شنو فائدة الأوراق اللي قلت لكم ثلاث أوراق لقيتها، وقلت لكم وكل مقطع حقول لكم لازم تقولوا لي شنو فائدة هاي الأوراق. طبعا هسه راح نعرف شنو فائدتها، فلازم نعرف شنو فائدتها على مود تفيدنا. هما يمكن 15 ورقة لازم تجمعوها، وكل ما تلقون ورقة 15 اني القى الاوراق يكتب لي مثلا اخذت وحدة اول وحدة اخذها 50 يقول لي واحد من اصل 50 50 اذا تجمع 50 ورقة الله اعلم شو يصير. احنا مجمعين 15 يمكن ورقة من عادة هسه لازم نرجع ناخذ. عادة اي صحيح عادة. فشباب لان عادة احق له ينشر يعيد المقاطع كلها وناخذ مال الكهف. عمود ما تقولون كذاب هاي. ناخذها مال الكهف لان ناخذها بهذا المقطع يمكن هسه. نروح وناخذها. هالمقطع شوي حتى لو كان طويل بس حابين نسوي مقطع. راح نقطع بي يعني شوية لما نروح للكهف نقطع. امي يعني راح نقطع لما نوصل للكهف ونراويكم وناخذ الورقة. فطبعا هسه انا مو انا دا العب هسه ابن عمي يجي قول لك 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 ادري فراح نشوف. يلا قوة افتر يا شيخ. يا سيارة من رشفية والنوب يلحقون بها قارب والله ما يصير. بس عادين جاجة رح سرجهم كان ولا خربت لزموا القارب وراح كشلون يطفر فرانك من القارب. شنو يطفر من الجاجة شنو يشك السطح. اكو سيارات هو اسرع من هاي بس هاي مفتوحة وسريعة. فطبعا اكو سيارات تنسدت في فيدي
بأول مهمة، يعني أول شيء بس أول ما فرانك تصعدون السيارة شنو راح تبقون سيارتين؟ أكو حمراء، هي هاي نفسها الحمراء يعني نفس الشكل. بس هنا هسه طبعا فرانكلين خابر تاكسي عمود ياخذ مايكل. مايكل مع السلامة، يعني نقول له باي باي. طبعا لم تتحول لين بتخلص المهمة تلقاه نازل من التاكسي، ما ادري وين رايح، للقهوة يمكن يشرب له شاي، ما ادري قهوة. طبعا راح يدخلون الى الداخل، بس يصلحوها ويطلعون. يعني انت تقدر تلونها كيف تقدر بدك هاي، تلونها اي، بس نحن راح بس نصلحها المهم عمود ما صلح يطول الفيديو. الفيديو، المقطع طول لان. فطبعا قولوا لي بالتعليقات اذا تريدون كل مقطع هيك نحكي انا واخوي وهاي. طبعا شباب صلحنا السيارة، صلحنا السيارة. السر الجيم الصغير، انا ما ادري ليش اصلح الجيم الصغير. السر رجع للمنزل، وياك وكيح وين ما اخذ القارب. هذاك هو التاكسي مال مايكل، التاكسي مال مايكل هذاك هو. فراح نوقف المقطع ونرجع لكم. طبعا شباب احنا قربنا السيارة، طبعا مكررة مرتان نسختان في السيارة في الثاني القدران. يقول النسخة الثانية أحلى. يا الله ايش بك طب الدحس. وصلنا الجيم الصغير، طبعا هسه هنا كملت المهمة. اعطاني انت رقم جيمي. اعطانا رقم جيمي ومايكل، فهسه راح اختم المقطع. لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. مع السلامة. السلامة.